القاعدة الذهبية في تاريخ البشرية هي أن التاريخ يعيد نفسه، لذا تكرار نفس الأخطاء سيؤدي إلى النتيجة ذاتها، وعادة ما تكون النتيجة الحتمية لأخطاء البشر عبر التاريخ هي الحرب. أوكرانيا بقيادة رئيسها زيلينسكي عبرت عن نيتها الجادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ليأتيها ترحيب الغرب بقيادة الولايات المتحدة لهذا القرار، الأمر الذي استفز روسيا وجعل رئيسها فلاديمير بوتين يطلق سيلا من التهديدات. وعلى الرغم من تحذيرات الاستخبارات البريطانية والأمريكية على حد سواء من جدية تهديدات بوتين، إلا أن أوكرانيا والغرب استمروا بما اعتبره الكرملين استفزازا حتى حانت ساعة الصفر. وابل القذائف والرصاص الروسي في الأيام الثلاثة الأولى خلفت أكثر من 400 قتيل مدني وأكثر من 1000 جريح، بينهم نساء وأطفال. هذه ليست الحصيلة النهائية، فالحرب ما زالت في بداياتها، والعالم قبل 24 من فبراير عام 2022 لن يعود كما كان. على مدار عام كامل أكثر من 7000 مدني أوكراني قتلوا وجرح أكثر من 11000 آخر، بحسب تقرير من الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. كشفت في يناير الماضي أن إجمالي اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من ويلات الحرب إلى الدول الأوروبية المجاورة بلغ نحو 8 ملايين لاجئ. الرئيس بوتين خنق دول الاتحاد الأوروبي بأزمة طاقة عبر قطع إمدادات الغاز الروسي وشغل الولايات المتحدة باحتمالية فتح الصين حليف موسكو الأقوى جبهة حرب في تايوان. وعلى الرغم من استعدادات بوتين لمواجهة الغرب، إلا أن المفاجأة كانت على أرض المعركة، فالقيادة والشعب الأوكراني قاوموا وبضراوة. فكلما كان الجيش الروسي يحقق مكاسبا حربية، كانت المقاومة الشعبية والعسكرية تكبدهم خسائر أكبر. والمقاومة الأوكرانية دفعت بالغرب لرفع مستوى دعمه العسكري، حيث قامت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا بإرسال دبابات إلى الجيش الأوكراني. في الحرب كل الاحتمالات مفتوحة، ساحة بلا سقف، ربما تصعيد لحرب عالمية ونووية، وربما سلام بغمضة عين. الخاسر الثابت والوحيد في الحروب هم دوما المدنيون.